منير، مرحبا بك بهذا التصعيد. إلى أين تريد أن تذهب إسرائيل؟ يعني أهلا بك ويسعد صباحك. هذا مش تصعيد، هذا عدوان. هذا عدوان منظم تدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويطبق المستوطنين الإسرائيليين على الأرض. ويوم أمس كان هناك مسرحية على الأرض لها علاقة بمسيرة أو ما يسمى مسيرة الإعلام الإسرائيلية، وجاءت الشرطة لتقول بأنها تحافظ على الأمن، فقامت بقمع هذه المسيرة أمام وسائل الإعلام لتقول بأنها تمارس الحالة القانونية في القدس ضد الفلسطينيين وضد الإسرائيليين. هذا الموضوع غير صحيح. المسجد الأقصى هو للمسلمين بشكل خالص، لا يجوز تحت أي ظرف دخول أي أحد غير مسلم إلى داخله. وإسرائيل ليس في الخمسة أيام هذه فقط تقتحم المسجد الأقصى، لا، هي تقتحم المسجد الأقصى منذ أكثر من سنتين بشبه يومي أو في الأسبوع 3 مرات، وفي هذا التوقيت من الساعة 7 أو حتى 10 أو حتى 11. الآن إسرائيل يعني واضح أنها تريد أن تمرر الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، وأن هناك حق للمستوطنين بإقامة الصلوات التلمودية بداخله وبلبس ملابس العيد الخاصة بهم كما شاهدتهم صباح اليوم في شاشات التلفاز. إسرائيل تريد أن تصل إلى أن يكون الاقتحام شيء طبيعي اليومي. الغريب والعجيب أن نتعامل نحن في الفصائل الفلسطينية بأن هذا الموضوع قد خضعت إسرائيل والآن لن تقتحم المسجد الأقصى في العشر الأواخر. لا، إسرائيل قبل ثلاث سنوات وهي لا تقتحم المسجد الأقصى في العشر الأواخر بسبب كثرة المصلين، يكون هناك حوالي 250 ألف مصلي في داخله، وبالتالي لا تستطيع أن تقتحم وتدخل إلى داخله. بالتالي إسرائيل يعني حقيقة يعني تتلاعب في هذا الموضوع. الآن إسرائيل تفكر كيف سوف تذهب إلى التقسيم المكاني. هنا يأتي السؤال الكبير سيد منير، إذا كان كما تفضلت الاحتلال قواته هنا تخطط والمستوطنون ينفذون هذه الخطط، ما هو الوضع الذي تريد أن تثبته إسرائيل هنا؟ إسرائيل تريد أن تثبت الاقتحام الزمني هذا كل صباح، تريد أن تثبت في المرحلة الثانية بأن المسجد ليس للمسلمين فقط، لا، وإسرائيل تمادت في اعتداءها على المقدسات المسيحية يوم أمس بالسماح فقط لأربع آلاف مسيحي بالدخول إلى كنيسة القيامة. بالتالي إسرائيل تستهدف الفلسطيني، تستهدف مقدساته المسيحية والمقدسية. يعني أهداف إسرائيل واضحة، تريد هذا المكان للإسرائيليين بشكل خاص، لا تريد أحد بداخله، ولكن هذا الموضوع في عملية تدريجية مستمرة يومية، يعني مثل قتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة يوميا حتى تصل إلى هدف أن لا يستنكر العالم قتل الفلسطينيين، لأنه أصبح القتل شيء طبيعي أن يرتقي 3-4 فلسطينيين. الآن إسرائيل ما تلعب فيه يوم أمس في الإعلام الداخلي الخاص بها هي أن حماس كسبت المعركة، الجهاد الإسلامي كسب المعركة. لماذا إسرائيل تستخدم أسماء حماس والجهاد الإسلامي؟ هناك بعض الدول التي تتحدث بأن هذه حركات إرهابية، فبالتالي إسرائيل تريد أن تستغل هذا الاسم حتى تثبت بأنها تكافح الإرهاب كما يتم مكافحته ومجابهته في باقي الدول. لا حركة حماس ولا الجهاد الإسلامي ولا الفتح ولا كتاب الشهداء الأقصى هي حركات إرهابية، هذه حركات وطنية تعمل على الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي بأي وسيلة، وهذا موضوع بالتالي مشروع. بالتالي هنا سيد منير، نعم، بالتالي هنا هل إسرائيل بهذا الخطاب تريد أن تبرر لعملية أو لعدوان عسكري جديد على قطاع غزة؟ يعني إسرائيل هي لا تريد مبررات، ما هي تمارس الاقتحام، تجرف المزارع، تقصف قطاع غزة من السماء، تعتقل الفلسطينيين يوميا، تهدم المنازل يوميا، تفتح من المسجد الأقصى، تهود المسجد الأقصى، تقوم ببناء المستعمرات، تقوم بشق الطرق، كل ذلك عدوان على الشعب الفلسطيني لم يتوقف منذ عام 1917 وحتى هذه اللحظة، منذ وعد بلفور لم يتوقف العدوان الإسرائيلي للحظة واحدة على الشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل تستخدم العدوان لتحقيق أهداف. بالمقابل نحن يعني نستخدم المقاومة لتحقيق أهداف، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم نحقق أي شيء من أهدافنا الوطنية التي ننشدها. انقسمنا داخليا وأصبح هناك مشكلة فلسطينية داخلية، أصبح هناك مناكفات داخلية تجمعنا الحرب والاحتلال الإسرائيلي وقمعه، ولكن عندما ينتهي هذا القمع وهذه الحرب نعود كما كنا سابقا. بالتالي مطلوب